وي زي خفيش الغار وخس دروسي صارو دكميش خسس والنيب والنزيش أرلو إيش تورق ملز أكو جمدهم من شوع مرحبا بكم في ورا تنزيت مع زيت مع عزنا اخر مواجه لاراضي تنزيق تاع زيارات 12 لوزيان زيوم نموتي رخصوغا هندين من النظار بانك غد فارم الزينوم ارلوني خدمات زوج شماتهم مينا شوعة وشمات نغمينا مرحبا بك. مرحبا بك تومات الناغي محسن نغي عزن في محسن نغي عزن ماني من لغة النية ومرحب زيوم ميكروفون الإذاعة ستوديو ستا كوش ما تومينا شو على إذا عند مزيخت يموت تنيش عندي ستوديو ستا ديار بض داني تاغ النظر كان أخدي جو مقيد دار دي البرنامج نوم أرلوني خدمات ونطحب مرحب محسن كنا حسان وبتتبعنا كنا إذا عند مزيخت ستريتا زي النظار ميشا نمرقي نقيد دار زي زي سيكوديل نير مركز الدراسات مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية عشان نعرض ينت مزيخت يجو قديم غارية يتمثل جنود الخفائي جانا كنا بديار بارت ومثلنا تكنيكو أحمد مخشون ولو مثلنا الثانيين عشان نعرض ينت مزيخت نتحب زيهم قبارة قبارة ونتقلي نجيون نغعي الزن يمكن غير جان بسجية غوم دوارد قد توطت الأستاذ النغطي صلاح عبودي جان نائب رئيس سيكوديل مركز نسميه الدراسات التعاونية للتنمية المحلية وعضو بمجلس جهة الشرق يجو قديم غارم ونوجي وستنين ومثلنا ضعية جزيران جان المؤسسين نغزقيني الساعة نظرية الزوار طبعا المركز سيكوديل وأستاذ وأستاذ رجل التعليم والمدير السابق من المؤسسة الثانية الثانوية عبد الكريم الخطابي. إذا قديم غاري في فريد عنكر في سوال البرنامج دي الاجتماع الإخوان نغي حسان برنامج خين طبعا قد نبدأ المواقع الإلكترونية كي نغي جان دي المرافقة طبعا المهمة يا البرنامج إذا عدنا زيخ كنت مكتوب لينا شو على برنامج جديد ودوانا من ولا خدمات نغاتو وما تنغخوز جيفنسن وما تنغخ أنزريني الحوتين ويبقضى توتاس كابوريون طال ونسال مدير المركز مدير المركز الدولي للإعلام وحقوق الإنسان وثانية المدير المؤسس طبعا من الموقع الإلكتروني كابوريون طال وانت تشار حاج عبد المنعم شوقي أخبار الناظور ولا ولا الموقع زوجة ستين مرض المواقع هذا هو بنقل الإذاعيني ويعدور وقت يمكن أتبع البرامج النغ على هذا المستوى إحسان نغنى رضي أنت مزيغ تنسيج نهار الجسيج جيخ المركزة ويتوسن صوت في كودين يجل المركز غاسر هين مثل نسب الخصوص في يومين تبغاف النغ هذا نغي شتي ورخات وما تنغ في عيادة زيران أشبشغ أولا زواج في عيادة زيران الإذاعي يتمشي بس غير وقتها خدم وصلت أمين شعاع المزوار لابد من سيس من سيكودين أنا حفظ في الأخت وصلت أمين شعاع وكذلك أنا بقرية التصل إذاعة الأمازيغية لأنه الإذاعة الأمازيغية دائما ضفى خطوات الأنشطة من سيكودين لمدة سيس نصف النهار سيكوني بتخسر الشيور غير غير يتنور بلدان جوية صباح الله في السنة التاس يتأسس الجواف 1991 السنتيج مجموعة المثقفين النظار وعلى رأسهم الباحث السوسيولوجي قيس الوياشي مرزوق هذا كيف الأستاذ كيف هي الوطن في كيف مع كامل الأستاذ خارج الوطن مخلوق ونتحيي في المنظرة سيس المنشيس أساساً باش يساهم من الموسيقى في النظر للتنمية من الإقليم خصوصاً أنه الإقليم يتعانى في مجموعة المشاكل مشاكل غاصة عوامل تاريخية وثقافية ومعروفة لذلك من بين المسائل الأساسية سيكو بالزهز هي مسألة تنظر
خصوصا تغريق تحجيري العالم القراوي. لذلك طالب الهجية المدنية أساس المشاركة ومشاركة بفئات سن المجتمع، وكذلك بنية على منهجية الشراكة من خلال اتفاقيات المنظمة كمؤسسة التعاون الدولي خصوصا إسبانيا. لذلك سيكودين ساهم في بناء والترميم وإصلاح وتجهيز إجراء الضبط للمؤسسات التعليمية والداخلية في كامبوات إلى آخره. إذن هو تؤدي جغرافيس للإهتمامات السنة سيكودين، كذلك تؤدي جوانب النظرة خصوصا مساعدة الفلاحين الصغار باش يدي التعاونية الفلاحية خصوصا عن طريق برامج التحسيس، عن طريق التوعية، وكذلك عن طريق الدعم اللوجستيكي. وذات الشرج مثل مثلا بالمعصرة خلقا بني سيدان الزيتور سواء بني سيدان سواء بتنكوت سواء بولاد داود. كذلك طوالي الدراج مجموعة البرامج ثم في إطار التعاون الدولي، وكذلك في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية خصوصا ما يتعلق بالشباب. وذلك تات في شغل الميتان في المدرسة الجيف قرص المدرسة الوش بغانكسر، والهدف المس الأساسي هو تأهيل الشباب باش الفرد يسوق الشغل خصوصا المنظمات والخزان مؤهل باش يدير يعني يجي الوش رم قران في مجال التأهيل والبناء والتعمير. كذلك المسألة الأساسية اللي ساهم لها السيكوبير بتديوز هي بناء مراكز نسائية، هذا صنع المراكز النسائية. وسيكوبير سمعت عن السوق سمعت عن كامبو عن السوق ديال باش نساهمت في التنمية البصرية باش نشارك في المهنتي بجانب باريز وتوفق بشكل ربط للمسألة سواء ما يتعلق بالتكوين الشكل المهني أو ما يتعلق بالتنمية القدرات المعرفية أو كذلك ما يتعلق بالإشراك المسلمي جوانب المواطنة التضرع بالدم مثلا تنظيم تظاهرات حساسية بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة إلى غير ذلك. وكذلك أنه سيكودي تغاص ما يسمى بالجامعة الصيفية جامعة القاضي قطون وستنتج مجموعة من الأطوار الوطنية والدولية لتناولين قضايا القوانين تهمت فمواطن النار تهمت النظام تهمت الجهات تهمت المغرب بشكل عام. يجو قديم غالي الأستاذ النغ في الزرار أعياد وستوشان أخت النغ توابواتي نصيبي صوت نتم غاق وتمتنا مع الزار سهرجات نتحسف قبل أقتب بش ويتغسل لي التزام إذا إن شاء الله يتورى المعني إعطان نغنى ربنا تمزيخ سردقة كني وقت شمتهم من أشو عادوا في الدين وهم أرجوني خدمات ونشن بجزء الخدمة وهم ثاني ثاني جان ميشان زي المركز السيكودين. أبوك شغواري الأستاذ النغ قديم توصل في الأخ النغ تعيد الزرار ودار غوار يسل عبودي صلاحي جناي بالرئيس سيكوديل وثانية عضو بمجلس جهة الشرق. الأستاذ النغ مرحبا بك جنوار إذا عايش ماشي دستان غير وقتا صلاع أخذنا لنا وتحيير التصمار إني السن الإذاعة الوطنية الأمازيغية وخاصة في الوقت في وقت الجالية المغربية وصمار إلى شعاع غاس سجن صعب في التص أخي مهاجر النغان وفي بارا تحية المارة تحية تحية المارة المغربية اللي يتجنب الماضي وما اللي تسلمه وبالخصوص قيد الوقت في الشغف ميريز سبيسيا الخاص للبرنامج نتن مش الجيدة ونزولنا إن شاء الله. إذا نسي ورنهار أخل المركزة الجميل المركز سويزاد مشرش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخرج سويزان عدد من الأطر مشينا أعطاها عدد الاهتمامات في المرأة في الشباب تندروس التنمية تصنج الفلايين في المال بالخصوص المنطقة النغي جن جمعة توتو ولكن الحمد لله بفضل أطر غالغي جن تحكان وكزمنا تصنج الخدمات وزيسن المركزة ما نزد شوية غال الأنشطة النصب الخدمات النصب الراهنة والحالية وشين يلا شغل بجي جن رمعات سميغ جن المعريض أضم قراني مخرج في ثلاثة
نهار 13 غشت نتا معرض وطني تبغي في المشاركه طبعا دائما للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. طبعا الاخت اني نقرأ في وصف المعرض لا بد كرجل الاشاره للمبادره في كوديل المغرب هو السكن البرقيه التضامن الدوله الاسبانيه عن طريق القنصليه الاسبانيه للنظر تضامنا كالضحايا الاحداث اللي وقعت في اسبانيا وفي اطار السلسلتان مركز السلسلتان سيكوديل تضامن الشعوب نشر ثقافه لحقوق الانسان على اي بالنسبه للمعرض والمعرض وسته معناها انه كان وضع المعرض وسته عشره نتاح المقهى شويه شويه المعرض التعاونيه النسائيه الهدف النفس مشينا للاستاذ النقصيعيه ومزوال ان من بين الحوايج اللي خرجوا في كوديل هي محاربه الفقر وخاصه الفقر وسط النساء والمعرضه زوار شفت الهدف منه هو تشجعهم غادي تلقى المجال التعاونيات خلينا غادي تلقى المجال التعاونيات غادي الامكانيه للانتاج خلينا غادي الامكانيه للانتاج غادي الامكانيه للتسويق ولكن الشيء راه غادي يعرف الفلسفه هي التلويق راه ضعيفه الطرف وبالتالي باش نشجع الطرف خصو لابد نكج العلاقات كمهاره التعاونيات على الصعيد الوطني في تسجل الفكره ان المعرض الاول هو غادي المعرض الثاني المعرض تكون سنويا تقريبا لجميع الاقاليم والجهات المغرب للجنوب الشمال الشرق الغرب وعامته المشاركه من ازيد من 40 تعاونيه و80 قار عاود المشاركه التعاونيات ماشي استجن من تجوها درست وش دخل من 40 تعاونيه على المستوى الوطني يعني من الشمال الجنوب من الشرق الغرب اذا نوعيه المنتوج تغادر ماسا الاقبال تغاف مجموعه التعاونيات غنغسلوا في النظر والنواحي هذا هو تقصد مني خدمني انه نشم فرص التعاونيات باش ندير التنوع هذه المنتوجات وهذا يعني باش يصنع ولي دغيت معنا المعرض هو يتلفو من توهاني غادي الاركان وهاني غادي يعرض وها وانما نفرض خاصنا نفقد من نوع المنتوج نحاول ما يمكن توغانغ تقريبا توغانغ جميع المنتوجات المحليه يتم على الصعيد الوطني باش نمنع حتى المنتوجات المحليه اذا بالنسبه للمعرض عامة تغريس تعاونيه تخدم الامن تغريس تعاونيه تخدم الاركان تغريس تعاونيه تخدم الاملو تغريس تعاونيه تخدم السكسو تغريس تعاونيه يتجن النتائج الجنوان المنتوجات التفاح مثلا تغريس تعاونيه يخدم الصناعه التقليديه اليدويه تغريس الروض يعني تغريس جميع المنتوجات يتمرن الى الاسواق المغربيه وخاصة في البلدية المغربية وهنيه يدير المرأة في الأساس ديال المنتجة الأساسية الحمد لله المعرض نشتي تغوط انتظر شا الإقبال المقاع الإقبال سيكون سوق وسيجي الوقت يعني الوقت والدور وقت أصفات مغربية نيوسين أصفات النظام يتوجه مجموعة من العدد من اللغات عدد من الجنسيات إذا ما نشتغى الإقبال خل ما فهم طبعا الزوار الزوار المعرض وفرت الجميع الشروط المريحه باش تجلس مع المعرض باش غاتديري يجن غاتيجي التسوق اللي خضع عندك بغيت نستور خل سنولوجي ولكن نستور توفير نوعية الشروط يتوفر الميزان يشتروا ثاني ميزان يشارك الميزان يخدم المعرض على مستوى الجهات يعني بالنسبه للوكال مثلا بالنسبه للسكن بالنسبه للمكلسن الراح سنتن باش يعني من فكرك فين الميزان. هذا مهم على باش نستفد من الشيء بالنسبه للمعرض في جلس عام قبل يعني اخويا ابتداء في سبتمبر اللي قبل بدا السجل النسخه التابعه على طول العام سجل مسؤول الانشطه النوعيه على الدفاع. بالنسبه للايواء نشكر رئيس الجمعيه الخيريه النظار المنتدى غادي يستقبل النهار العارضات والايواء الذي تنسمته غادي ليه في نفس الوقت نشكر رئيس مجلس الاداره لان اوفار مغربي جزء مهم تغذيه العارضات
وكذلك الشكر نبقرا للعامل الإقليم المبادرة الوطنية التنمية البشرية، لأن لولا العامل الإقليم ولولا المبادرة يمكن عادتها إما الجد المواد يكون معرفة تغذير مشاكل المقرين على مستوى تمويل المعارين، وهذا النداء إلى المسؤولين على المستوى الإقليم وعلى مستوى الجهة باش الكل بعين الاعتبار ديك الأنشطة الاجتماعية خاصة الإكسيكوديل، لأنه غادي يجي الواقع مهم أولا على مستوى النساء من زمن الغزو زائد حتى على مستوى ترويج الإقليم النقد للتسويق الإقليم باش الزوار غادي يسلكوا سفر ديال العالم معروفه المغربيين وسفاري مغربيين ديال امريكا ديال فرنسا ديال اوروبا، وخصوصا على اولا نكتشفوا المنتوجات المحليه، نكتشفوا الجودات المغاربيه، وفي نفس الوقت تشغيل المواد شجعان التعاونيات. ودابا عاد مجلس الخمس عندنا في كوديل تتعامل مجانا لك التعاونية باش التعاون دوز نتاعو على الفرانك وتسيم تورا الفرانك، العكس انت وين تقسم الإقامة تقسم التغذية، عكس مجموعة المعارض تكن على مستوى الجهات المغربية توقع الابتزاز التعاونية إلى آخره. الشيء الفلسفة هي المقابل التعاونية تقادس من القطاع غير مقابل تا نكتب بكشغة وين تقالي غرب داوي عشان نغنار رغين تنزيختين إذا نخصان البرنامج قالوا لي خدمات وتمتهم من الشعاق المتنيشن زي استضيار باط ميكروفون إذا عندنا نزيخت يحظى غنيتا ذي النظار ذات البرنامج قالوا لي خدمات ونتقدر بدين وجي ولكن غيجان سلع بودي صلاح يجان نايب ناغيس في كوديل مركز طبعا الدراسات التعاونية التنمية المحلية وعضو ذي مجلس جهة الشرق تاري غواري الأستاذ الناصر عيادة زراري جندن أستاذ المؤسسين في كوديل ورجل تعليم اكيد مرستو شويه خل رجل تعليم بديت لي رجل التواصل التربيه التاطير تغاوشن دون التاطير بالنسبه لكانت متمونين ناس تعاونيات يتسم زين كوره مشان تواصل مهم كيسن لان كيري جنسيات مختلفه المغرب من كبر قحضان يعني مستوى التنظيم والتاطير يشري شويه غاس دور نسبه باش ينجح المعرض. طبعا الحال مشي الناس العبودة بأنه المعرضة ينجعوا بالنسخة إطار النسخة السادسة وغا ستصل للجولادية كيف نكسل الزوات هو أخسر سنديني ولا لأنه ثابغة طبغة مش تساري فيش بالخصوص لأنه قادرة أنه تساهمنا التفريط دي الاقتصادية أكثر تسوق خصوصا أن الشجار كان يوجد جريمة تاريخية معروفة من الأسواق النسائية الأسواق المغاربية التي وراءها ماشي اللي جو الأسواق المؤرخين سواء الشمس اللي سواء لإقليم الخشبة أو لإقليم الفلوسي الفارسي لسامان لعيد قمران لجديد لأصغار إلى غير ذلك. إذن ثاني تمريت الأصوات المسلمية بأنها في المناطق الزرقاء في الدور التاريخي خصوصا التاريخي الدور تمريت الشفايين هو أنه في إطار أولى نياق إجان ونهارة الشركة القوانين تترين الزيارة إلى آخره إذن دخل سبيل بأنه تنساهم للإقتصاد التضامني الإقتصاد سواء تعلق الأمس الإيواء الإقامة سواء التغذيات الأمس التواصل الاستقبال يعني تسمي الآراء إن شاء الله للمعارض المستقبل باش من جد وهذه النشاط شيء مش الإخوان أخسر نعم وذلك تأكد أنه تغير مع الصعوبات والصعوبات الزوات هو أنه لقى المعارض خموش للنبح شوية الشرقي وإغارة نغطس وبالفعل إذن أول حاجة الموقع إذن تلالي تنجي المناسبات تستاذ الدولة توفر المعارض
قرار وثابت ليس مان ليس متلمان ليس متشان ليس الذي غدد في مهاري مع المنسات ليس فراغ ليس كذا إلى حين ومش شكاب متطوعات السيكودين المتطوعين إنه لن يجوزهم بقرا مش غفان فاق غفان أمان غفان وتوصل لسجل الشكل مستمر زي 11 مارس 12 جيل واحيانا فريد فريد سوان فريد خدخدات البرنامج اني وتبعن البرنامج للاسف على صفحه الفيسبوك امينه شعاع يعني نتقاضاو مثلا غسي فريد عنكر اخي يخدم كيما هو خي يخدم في المعارض اخي يخدم كيما لي البرنامج مرحبا سي سي الضغط غادي نجم نجهد الشرائي جيت غادي كوميد ولكن يطلب انه لا بد باش ما عرفتش الناس باش تساهم كذا خص التصميم مولات بوجه الزيسن باش نشوفو سلسلة سيكوزي ولا غير سيكوزي باش جمعية التعاونيات النسائية أو إشراك المرأة بشكل عام في تنمية المشاريع الاقتصادية أتيريك والدروس الشعر واحد. نعم ثم وزن قال قصدتني في عياد بالنسبة للإذاعة عايز ماشي فن غير قصدتني ثم غاف النظي الساس النجماسة ميخفق المعرضة وتشارك من رسالة من تبرك قصدت ساجود بقالة ستخدم المغرب كجد ما رغى نغيش المغرب المغرب يجد تكاثر المغرب ومجد فما وليس دور موجودة للمغرب نشري نخم الزوء حتى أخبرني غانا يجب لازم ولكن يقوى في جورا لذلك تتعدنه في مغالين لما في ابني شاركات بوضي وغانا في ابني غيزرين ولا في ابني غيطور وجودي لك باش أنه الأطوات مشاركة مغالين للتنمية المشارية والتنمية العمل الولاد مسألة أساسية سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاجتماعي او الثقافي او الاقتصادي. القذافي ومثلا السي عياد زرار دار الغوار لسي صلاح العبودي، سي صلاح العبودي طبعا في الشغل برنامج لكن خيرين ان شاء الله نستجيب ونبوانا مال. النهار نتكلم الخدمات من الو خصوصا قدرات تعدود المستمعين من المجال اني كنا تبع برنامج ارلو من خدمات رداك وش مفهوم من اشرعه. لا أقصد أنا رجل الإضافة على حساب الناس النهائيات بالنسبة لسيكوديل وتبو المعارض وها وإنما سيكوديل المركز بين جر خمالين صوى على طول السنة بجن الخلية النحل غانغضى تعليم الخياطة غانغضى الطرز غانغضى تعليم اللغات غانغضى نتاع الإعلاميات وفي نفس الوقت بالنسبة للتعاونيات على طول المعرض وسط المعرض نتكاع حتى يجن يوم تكويني لتسويق طرق تسويق المنتجات الغاسية في نفس الوقت بين غانغذاني تذي النظارة غانغذي الليخة نفس العمل ونفس العمل غانغذي فارخانة وغانغذي وليبني وكيل قناة الزوبة طوال شوية كتا وبالتالي العمل في كودي العمل على طول السنة ودو موسمي وهاش ونقدم مشابك بكواه ما هو ثقافي ما هو اجتماعي وما هو رياضي وطبعا 60% الأنشطة 70% موجهة في المغرب موجهة باش أنا نسيو للرسائل اللي خدمت السعيات وباش نحقق يجن من تبناج المناصفة مناصفة دي الحقوق ومناصفة دي الواجبات شوائية في المغرب مرن بتشويت يجن رسالة كان قالت بالنسبة يسوق المنتوجي جاء ولكن هذا يجن المنافسة دي المقاولة الكبرى دي المقاولة الصغرى دي التعاونيات الحضور للمنتوج ذو سوق للمنتوج نفتح السوق عام الشعار المعرض الناس التعاونيات النسائية مدخل أساسي للتجارة العادلة سوى التجارة العادلة لأنه مثل لاحظ العالم مرة كل شيء العالم يتجه على الاحتكار ومن أربعة من الرؤوس من عن التجارة مرة الشيء نعزو رغم غاف التفير غير الأولوية الأسبقية التفير فرضا التجارية العادلة يعني غير فرص مرة يغني الجنبي ورأية عشاشة باش نستفد التجارية العادلة باش سوق المنتوج طبعا من نجل الإشكال هو فين المنتوج دين إشكال النظارج دين إشكال وعنغبو شركة البولات
هذه جمع المنتوجات التعاونية كلها، هو أخذ أخذ من شركة الموديل، أخذ من شركة الموديل، أخذ من شركة الموديل، أخذ من نحاول نجمع التعاونية المعرض الفيدرالية في نفس الوقت أن وجه رسائل المؤسسات المنتخبة ولا القطاعات الدولية باش نخدم من الاتجاه باش المغاربة المعرض اللي غنخدم فيه هذه المسألة أساسا لا يتغزوش. عافاك صحيت توترت وبتنغر في صلاح العبودي جن نائب رئيس سيكوديل يعني مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية وغنغضي السنة تنسعدو يوم أمرقية أرلون خدماتك وشمات ومينة شعاع وعضو في صلاح بمجلس جهة شرق. تقدر توترت في عيادة زراري جن زي المؤسسين سيكوديل ومدير سابق متنوية عبد الكريم الخطابي. تقدر توصلت الإخوان الأخ النغصي فريد عنكر سجل من البرنامج أقف على صفحة في الفيسبوك أمينة شعاع. جو قديم غار طبعا جنود الخسائي كنا غي خدم من زيارة غاط ومتنا غدانيات ولا تكنيكو النغ أحمد مخشوب في الشيء عشان نغنى الراديو انت مزيختك وشمت ومينة شعاع كسدين وم مس جيدة ونزوان أمان زي ستراسبورغ تغالي المهمة الحمد لله موفقة البرامج نجيت نتسمي في برنامج مشت الجيدة ونزوان أمان نجا زيارة إلى غريبة العالم يتغاها في نفرح الطبق راتو تحيخت الثاني تا خل الاستقبال ولا خل الدعم ولا خل الدين سنكلي باش نسعدوا برامج مباشرة تسمي في برنامج مشت الجيدة ونزوان أمان ولا خدمات تغطي الدار في سيمانة يعدون وماش كمي وعدة أديري مشت الجيدة ونزوان أمان يدار الثاني تا زي النظار ميكروفون للإذاعة المملكة المغرب استوديو المملكة المغرب الإذاعة المزيخ يموتي باش هذه يسعدوا برامج غاسم سيمانة. إذا غانغ يوم الأحد مشت الجيدة ونزوان أمان أديري يسمون عام حد ربما سي صالح العبودي في المجلس البلدي ان شاء الله ربما سمي الغالق في البلديه. بالنسبه لثنين 3/4 بعد الخميس يوم المهاجر هذه نجوم رقيق اك مغاربه العالم اك مناسي غاسل اك زياره يمكن التواصل مثلك مجموعه من الادارات ربما لو كان لقم كونفيرميك سيد العامل الاقليمي تقدر توصل ديري زي العمله النظر زي الخليه الجاليه المغربيه وتبدو من شعاع قرم من عافاكم صحي وتقدر تكمل وتوصل وتعلق الميكروفون للاستوديو ستا ومثلا دانيال ومثلا في مخشون ارضي وشا ان شاء الله غواحي مرن داي ان شاء الله اديري في البلديه النظر بحضور مجموعه من طبعا من الاطر مجموعه من مغاربه العالم يمكن غتوزن باش نجيو سجي خلي يوم الوطني وتقييم اليوم الوطني للمهاجر. عافاكم صحيت السيمانه دي سير مرن داي ان شاء الله. زي خصيش الخار وخس دروس يثارو داك الميش خسس والنيل والنزيش أرلو إيش توارك مدد أبو جمدهم مين شوا